نعزي أهالي الشهيد ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحتسبه شهيدا وأن يسكنه فسيح جناته. هذا قضاء الله وقدره، اللهم لا اعتراض. طمن يعني أسرة الشهيد بأن أسرته لن تترك وحيدة تواجه تحديات هذه الحياة. احنا في بلد الإنسانية، في بلد أميرها وقائد القائد وأمير الإنسانية، وهذا ما أفتى لهم وجودي في تشييع المرحوم الشهيد أحمد براك. هو واجب كوني رئيس مجلس الأمة ومثل الشعب الكويتي، وهذا أقل واجب نقوم به تجاه أسرة المرحوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينهم أهله وذويه الصبر والسلوان إن شاء الله. بادئ ذي بدء، اللهم اجعله صيبا نافعا، وان تكون امطار خير وليس امطار بلاء وابتلاء في وقت الكارثه. انا اعتقد الواجب على الجميع الفزع ونترك الامور الاخرى لاوقاتها. اقل ما نقوم فيه ان نكون موجودين في الميدان ونشكر ونشجع اخواني وابنائي في الداخليه والحرس الوطني والدفاع المدني والجيش والإعلام وكل الكوادر الكويتية التي تعمل على تخفيف الأضرار إلى أدنى حد ممكن وإنقاذ الأرواح والقيام بواجبهم. ومن ناحيتنا في مجلس الأمة الآن يشارك أكثر من 200 ضابط وعسكري، وأنا معهم شخصيا في محاولة التطوع ومساعدة أخواننا في القطاعات الأخرى على تخفيف الأضرار ومحاولة إنقاذ الأرواح والاستعداد لموجة الأمطار القادمة. أنا حاليا الآن بين المنقف والصباحية في جسر المنقف، وقاعد أشوف بعيني المجهود الجبار اللي قاعد يقومون فيه أخواني في الداخلية وفي القطاعات الأخرى وفي الأشغال والأطفاء وكافة قطاعات الدولة. ما نحتاجه في الوقت الحالي في مواجهة أي كوارث، هناك احتياجات لكل مرحلة. المرحلة الحالية هي مرحلة فزعة، تحتاج إلى تعاون، تحتاج إلى تضافر، تحتاج إلى تشجيع ورفع الهمم، ومن ثم تأتي مرحلة تعويض المواطنين عن أضرارهم ومحاسبة أي مسؤول عن أي قصور موجود. لكن الآن نحن في فترة ما بين يعني عواصف وأمطار غزيرة قد تهطل بعد قليل، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يقل البلاد والعباد من كافة الحوادث والشرور، وأن تكون إن شاء الله أمطار خير وأن نستعد لها بالتعاضد والتعاون.